ومع إجازة عيد الأضحى المبارك تشهد الوجهات السياحية العائلية في الإمارة إقبالا كبيرا، ومن بين هذه الوجهات مملكة اللؤلؤ التي تفتح أبوابها حتى منتصف الليل. مجد سويدي كانت قد زارت الحديقة وأعدت لنا التقرير التالي. هنا في حدائق المنتزه أنت على موعد مع وجهة سياحية تطفئ لهيب حرارة الصيف، فقد صممت مملكة اللؤلؤ بطريقة تحاكي خيال الزائر. أجواء عائلية استثنائية هي ما تحظى به العائلة هنا في مملكة اللؤلؤ، فأينما وقعت عيناك لن تخطئ المتعة ومظاهر السعادة المعتلية الوجوه. ومن التجارب المميزة في الحديقة حوض أمواج اصطناعي الذي يتسع ل200 شخص والواقع بالقرب من برج المنزلقات المائية. توفر مملكة اللؤلؤ مساحة واسعة تتسع ل7000 شخص للتمتع ب35 مرفقا ومنزلقا جديدا. الأطفال بالطبع لهم نصيب من هذه الأجواء العائلية المميزة، فالحديقة توفر لهم العديد من الألعاب المائية والمنزلقات المصممة خصيصا لهم، لكن هذا الأمر ليس وحده ما يضيف المتعة للحديقة. تعد مملكة اللؤلؤ أكبر حديقة مائية في الإمارة، تستقبل زوارها على مدار 14 ساعة من الساعة 10 صباحا حتى 12 منتصف الليل. فمع ساعات العمل الممتدة حتى منتصف الليل، تسجل مملكة اللؤلؤ نفسها كأول حديقة مائية في الدولة تعمل طوال هذه الساعات، وذلك حتى 31 من أغسطس القادم. وهنا لا ننسى يوم الثلاثاء، اليوم المخصص للسيدات فقط.